السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. كما تعودتوا في الكونفينمون كل يوم نعمل لكم ديريكت، كل مرة نجيبوا واحد من العباية. بعد ما كان معانا في النهار الأول لاعب النادي الإفريقي اسكندر العبيدي، في النهار الثاني لاعب ترجي لاعب محمد علي بن رمضان، اليوم لاعب جديد هو اللاعب مهدي الرصايصي، لاعب يلعب في برشا جمعيات في تونس، في الكلوب في حمام الأنف في السيربي، وتوا يلعب في السعودية مع نادي الباطن. وكما كانت عنده تجربة أخرى في السعودية مع نادي آخر اللي هو نسيته، نجران ابارمون، حسيت تو يجي مهدي بعد شوية يقول لنا أكل لنا شنو هي ليكيب بالضبط. اليوم مهدي الرصايصي كما قلت ملاعب ممتاز برشا، من أحسن المدافعين في تونس، باش يكون ضيفنا اليوم نحكيو معاه على مسيرته وعدد الكواليس المتعلقة بمسيرته الرياضية. مرحبا بكم الناس الكل، تابعونا، تنجموا تخليو في لي كومنتير الأسئلة متاعكم، كيما تنجموا تابوني الكونت انستغرام، وتنجموا كيف كيف تابوني الشين يوتيوب اللي تلقاو فيهم اسف الشين اسلام المدب، تلقاو اليوم متاعها في البروفيل متاعي على انستغرام، تدخل البروفيل تلقاو اليوم متاع الشين، وفي الشين تلقاو لي انترفيو الكل اللي عملناهم في اللايف ستريمينغ هذا اللي موجود على انستغرام، والا حتى في الراديو عملناه في اكسبريس اف ام. عديد الحوارات تلقاوها موجوده في الشين يوتيوب اسلام المدب. تنجموا تخليوا لي كومنتير نتاعكم في لي كومنتير كيف كيف، تسالوا مهدي شنو تحبوا تسالوه، شنو تحبوا تعلقوا، شنو تحبوا توصلوا للمهدي، اكيد نحن نوصلوا لكم صوتكم. اللاعب مهدي الرصايصي، مهدي موجود معنا حاليا قاعد يتفرج في الديريكت، نستناو تلموا شويه عباد باش نبداو اللايف ستريمينغ مع مهدي الرصايصي. بون كما وصلت قلت له دقيقتين ثلاثة ويدخل مهدي، أكيد بعد شوية يكون موجود معانا. بيت أش تدخل مهدي لو كان تتفرج. تحية للناس الكل بالطبيعة اللي قاعدين يتابعوا فينا، مرحبا بكم الناس الكل، سيرتو اللي تفرجوا قبل وقاعدين يدخلوا كل ده ويدخلوا يقعدوا، فمش كون قاعد يشبيك التوا. بون كل مرة نحاول نعمل الوقت مع اللي يساعد، خاصة الملاعبية اللي الوقت اللي يساعد الضيف، معناها أكثر أنا ديسبونيبل، تعرف أنا كامل شادي الدار مع عندما نعمله معناها. حاول تحق بينا مهدي. مهدوش اهلا اخوي اسلام، صباح بابا، تحياتي اخوي، عايش خوي؟ سلام بابا، لاباس عليك؟ والله انا القلق عامل فينا اخوي. الحمد لله اخوي، ايش نعمل، ربي يعدي على خير وكا ستر ربي وكا. اوكي حبيبي. نبدا ها معز بلحية ولد جمعيتك، غادي ولد له ماما يسلم عليك. المعلم ابو العز، حتى احنا ديما تحياتي نتبعوا فيه. بليك، عمل لايف مع احمد خليل ممتع برشا، حصيله من الاولى اكثر من ساعه ونص وانا قاعد نتفرج فيه. اي حتى مع الجعايدي وكريم حقي زيدا طبعته زيدا، حلوين عباره واحد يتفرج في البين سبور. لا ما شفتهم، شفت كان احمد خليل. حصيل شنو امورك خوي، شو عامل في الكونفينمون؟ والله الحمد لله بابا، لاباس في الدار كيما الناس الكل. توا اربعه بالضبط، اليوم اغلقنا اربعه جمعات من غير اونترينمون، ضيعت و حساب يعني. احنا انا حاسبها بالسبت، كل جمعه نخلطوا، لان انا الجمعه هذه الرابعه ما نترنياوش. كيما الناس الكل، كي نستحق قضيه نخرج نقضي، وسينو في الدار انا ومرتي وكهو. وسينو ساعه عندي في الاوتيل هنا وين نسكن، فما بيسيكليت نترين عليها شويه، ديز اكزرسيس هكا هو، الحمد لله صافا. ذاك هو كيما الناس الكل، هكاك جوست زيت شويه اونترينمون هكا هو. شيك الرقيع يسلم عليك، تحجوت احيه زيت. شكاير الغالي، قريب لك في السعوديه ولا بعيد شويه مهدي؟ بعيد شويه، ما بعيد شويه. بون الرياض بعيده 4 5 سوايع، اما ديما باتصال مع بعضنا وديما نحكي، وسيرتو لي نحنا في نفس الشامبيونات، دونك ديما حتى كان مانيش نلعبوا ضد بعضنا نسالوا بعضنا على الجمعيات اللي باش نلعبوا ضدهم، لي جوار الباهيين، وكل ديما بخلاف انه كوره اخوات، احنا ديما نسالوا على بعض. انت شنو هي البلاصه اللي فيها؟ حفر الباطن، البلاصه اسمها شنو اسمها الباطن هيك؟
هاي اسمها حفر الباطن، هاي فيها مهدي ولا ايه؟ تجي انا اسمع فيك. اي طيب سيبه اكثر الباطن، اسمع الباطن لك. اي اسمها حفر الباطن، تجي بالضبط بحذا الكويت وبحذا العراق الفوق في السعودية. بي انت قاعد تشتغل تو تعاون شويه، كيفاش تعدي كيفاش تعدي نهارك معك؟ والله قوم صباح بلاي ستيشن نتفليكس شوية كما قلت لك كونترينمون وكهو، وذيك هي معناها الحياة هيك. لا يكون انا عندك معبوخة يا رب. لا فيفا فيفا، وساعات نلعب انا ومرتي وانا واصحابي اللي يلعبوا معايا نفس الجمعية، نلعبوا كراش ولا حاجة كتاع ضحك، وكل ساعات مونوبولي حاجتك هيك. فهمت. وتعامل شوي، شفتك انا هبت فيديو وتعمل في تعمل في جاتو بعدين دخلت في المعمعة. هكا هو اش نعملوا بالقلق يعمل، قبل عمري ما جربت دونك، فما حاجات عمري ما عملتهم، عمري الكل عملتهم في الاربع جمعات هي. فادتك تقول انت. والله هيك شوية شوية، ما مش مش 100% ما فادتنا في حاجات. هيك وحكاية المرويح تا وين وصلت؟ مهدي تمام. والله حكيت المرويح كما تشوف تونس الكل تعرف الكام بتاعنا ما هيش واضحة، الناس الكل تبعت في لي دوموند، انا بعثت دوموند وكل على المرويح ونستناه، وقالوا فما سمعت اليوم اللي هبطوا فما لو 19 فما طيارة نتاع شتاء، مازلت ما هيش مؤكدة. مازال ماهوش صحيت هذاك، مازال حد شيء مش مؤكد، كيما نحن لهنا برشا ما شاء الله توانسة، معناها كيما الناس الكل قاعد نستنى في تليفون في بروجرام باش نفهم روحي يعني والواحد ممكن يحضر بخلال روحه. مستنيكم سمعت حاجة هكا. اي لا بخلاف خذوا، انت لازم تبعث على القنصليه لهنا وتبعث الباسبور نتاعك وكله، ونحنا بعثنا وكله نستناه. انت سبب راك فديت معناها، شهر وما عشرتو ما عندك ما تعمل معناها. المشكل بخلاف انك ما عندك ما تعمل، المشكل بالبروجرام ما تعرفش شنو وقتاش كيفاش، الناس الكل معناها العالم الكل معناها وقتاش ترجع الشامبيونات وقتاش ما ترجعش، احنا لهنا حتى وقتاش حكينا مع مسؤول البارح قال ممكن اللي في اوت، ممكن اللي في اوت معناها هذا اقرب حل، معناها اللي هو ممكن اخر جويليا اوت ترجع لهنا الشامبيونات، دونك كيف ترجع في اخر جويليا اوت باش ترجع اخر جوان تترينا، معناها افريل ماي جوان 3 شهور معناها معنا ما نعمله لهنا، اكيد واحد يروح بحدا دارهم باش يجي رمضان، تعرف اللي الظرف هذا صعيب على الاخر، الله اعلم ما تعرف شكون حتى نحن لهنا ولا واحد من قريبك في تونس ولا حاجه تصير له اي حاجه تبدا ماكش بحذابه تتحير، دونك واحد ماذا بيه يكون في دارهم غاديك في تونس بحذا اهله وناس وكل خير، معناها حتى منت الموت تكون مرتاح، وزيد 3 شهور طويل، 3 شهور وانت لهنا برشا معناها ديجا تعدى شهر وش يقعدوا 3 شهور ومع رمضان زيد صعب اكثر، دونك واحد ما خيرش يكون في بلاده احسن معناها، بالرغم اللي لهنا معناها فما شكون الظروف نتاعو الحقيقه معناها نحن نتصلوا بعضنا اللي نلعبوا لهنا وكل، فما شكون الظروف نتاعو صعيبه على الاخر، فما ايش شكون معناها اللي صحيح؟ صعيبه اللي تعرف معناها ما الناس الكل تخلص كيف كيف معناها، فما شكون الظروف فهمتك. نتاع تبدا مع عائلته تبدا نقصت تو ما فماش شهريه ما فماش نقصوكم في الانترنت ولا مكتوات، نقاوم ولا كيفاش معناها؟ مازالوا بون احنا اللي مازالوا ما فما حد شيء، يستناو في القرار نتاع الفيفا والاتحاد لهنا نتاعهم باش هكاكا اما سينو الباقي كل كلام كيما نسمعوا باش ينحيوا 50% نسمعوا اللي باش ينحيوا ديما فما الكلمات وما حاجه 100% ما فماش. ما فما شيء صحيح. باهي مالك الرقيقي تحيا لي، قال لي اقوى جايب اقوى واحد معك في تونس، خويا نجيب كان القويين يا مالك. تحية ليه ملوك. اسامه حسني قال لي غادي يدوم اللايف، اللايف كنت تشوف فيه في اللايف تاع البوغاني محفلها توا جاي لهنا. تحية ليهم لوس وملوك زيدون صاحبك اسامه ظهر لي من عبيت الهون في الكلوب، في الكلوب قبل كنت قريب بعضكم كل فوق. والله حتى مانيش قراب، ما سيفتي انا ولد كلوب وكل معناها نطبع برشا معناها، وحتى كيما نبداو ما نسحب برشا ما كي نقابلوا نعرفوا بعضنا صح وكل
سيرتو ديما ولاد الكلوب تلقاهم نعرف بلاد الكلوب يعرفوا جماعه الهوند، يعرفوا جماعه الباسكيت، حتى كان مش علاقه كبيره، معناها تقول علاقه نتاع ولاد جمعيه معناها. صحيح. بلال علي العلوي تحية ليك. بول بول صح خويا. مخلي لك سؤال لو بلال، طبعا نجيو نسال نتاع العباد حاصيله. باهي خلينا ندخل شويه في الموضوع، حكينا مهدي انت كيفاش بديت في حمل انفه في الكلوب الساعه. يعني نسلموا على نينو حداد قبل كل شيء. اي تحية ليه. اي باهي نتاع دي وصحة كاتي وسامة شعام في تركيا. مدام وسام الحديد يتفرج فينا، نقول له شوف بوات ميساج نتاعك، بعث له ميساج. اهو جي بدي يجيب فيك. اي قلت لك بون، بديت الكرة في حملهم ملي عمري 9 سنين كيما اي واحد، بديت نلعب في الكوره معناها في البطحه، وبعد انا في المكتب نشوف الجينيراسيون تاعي، اصحابي برشا معناها قاعدين يدخلوا يترناو، مع اني مغروم بالكوره والعالم تاعي معناها تحب الكوره، فصعت من اليوتيوب وقتها ومشيت نترنى في حملهم. وكليت ريحه لقيتها ولا ليه لا ليه ما قعدت جمعه كيك، جمعتين نمشي وما في بالهمش معناها، الا ما كلمت اللي نقرا عندها، كلمت دانا قلت لهم راه ولدكم ما عادش يجي وكل. وشفت لا صحيح وقتها كليت ريحه ولا ما كليتش؟ لا والله لا، انا مستانس ناكل معناها، اما في الوقت هذاك الحقيقه ما كليتش، وقالوا لي ماك تحب تترينا خلي لهم ترين مول العشيه، وبدلت لي تود الصباح وتفضلت الامور سلكت من غير تريحه. أسامة كذبك حسين، شوف بعد شوف مع حد. لا اي لا والله لا عادي، الكل كلين وقت اللي يقول لك كليت كليت، اما في ذي الحقيقه نتذكرها بالقديم ما كليتش. انت وسامة صحاب من قبل حتى الكلوب وحمل انف. وسامة يسكن مقابل باب ستاد نتاع حمل انف. تصور انا من عام 90 هو من عام 92، لي جينيراسيون الكل من عام بوم اللي بدا يكبر هو من 88 يبداو يترانيو، يدخلوا يترانيو مقابل في الباركينغ، كنا نترانيو نتاع استاد حملنف، ديما الصغار يترانيو في الباركينغ، كان حصحاص قبل يدخل يترانا معاهم، اي كاتيجوري جديده تدخل تترانا وسام يدخل يترانا معاهم، تعدى عليهم الكل ساعه جماعتنا ترانا معانا، ومن بعد حتى لين تدخل في الجينيراسيون بتاعه، واكيد من وقتها معناها معناها عشرة متاع ما شاء الله، معناها متاع 20 سنة من نعرف وسام. ايه وش حكاية الكرش؟ او قال لك مش نفس الكرش ولا شنو؟ كيفاش؟ وينو هو؟ شنو حكاية الكرش؟ قال لك معناها نحن اخويا تم مانيش ما خرجناش نفس الكرش بكاو هذاك هو معناها. انا نعرفكم الزوز من قبل من لي جون، ديما حتى نشوفكم ساعات في الشارع قبل ما تشمالات مع بعضكم ديما، ظهر لي كيما نقول حسين وحسين بالضبط، وعلى ذي كانوا يقولوا هنا قبل في الاولاد في البارك، كنا ديما مع بعضنا، قرينا معناها كل شيء، حتى عملناها مع بعضنا معناها نفس العمر اللي مشيت فيه هنا للسونتر في ليكيب ناسيونال قبل مشي فيه هو، نفس العمر اللي خرجت فيه هنا في القرايه خرجت فيه هو، ونفس الامر اللي مشيت فيها اللي كل يوم من حملهم في مشافي هو، معناها بريسك كل شيء معناها اللي تعدى بينا في الصغر كيف كيف معناها، وعشرة كبيرة كنا حتى معناها يتعدى بالشهر معناها شهرين كاملين ممكن ما نتفرقوش، حتى كي باش نباتوا يا هو يبات بحذايا انا نبات بحذايا، معناها جوست وقت خرجنا خرجت انا شوية من الكلوب مشيت لحملهم، فما بتبيع ديفيرونس تاع وقت تاع اونترينمون تاع حاجات هكا، اما ديما قعدنا في كونتاكت. شكون مشى قبل انت ولا هو؟ قالك هو اللي لسلي مش خرجت من القرايه. قال لك كبيت على الطفل لك هيك. وين وصلت الزوز الساعه؟ وين وصلت الزوز؟ دوزيام اني في الدوزيام اني خرجنا الزوز. ومشيت والكلوب شكون مشى قبل انت ولا هو؟ انا قبله بعامين مشيت، انا اكبر منه بعامين. وكيفاش قريت عليه باش تبطل القرايه؟ ماني انا وقت انا بطلت وديما نمشي له وخرج يبدا يقرا هو العشره اللي مشي له ما كملش حتى نص نهار يخرج هكا ونعدي من النهار كامل مع بعض بشوي بشوي ولا كيف يبطل كوره كاو. تحيه ليه وربي يوفقه في تركيا احسن ما عملت، سايب السعوديه ومشي لتركيا. خويا تختارنا من السعوديه واليوروب، شو اليوروب يا ولد مهدي انت زاد عندك امكانيات الكل. والله شو نقول لك، بون الشوا نتاعو ماهوش ساهل، راهو باش يخرج من فرنسا لهنا معناها فما حاجات
عايد اي فما حاجات اللي معناها الناس حتى قد ما باش يحكي لك و معناها صعيب باش تفهم الوضعيه اللي هو فيها. الحمد لله يا ربي بون جي لهنا عمل 6 شهور عرف عمل عرف كل شيء وتوا باش يرجع لتركيا ان شاء الله يقعد غاديكا ويمشي ليكيب خير من كاسيم باشا حتى خير ان شاء الله ان شاء الله جا عامل بدايه باهي عمل ما قدش من اسيست شفته هنا ان شاء الله ربي يوفقه. كنت ان ما شاء الله بعرفكم في اللاكس مهدي هو خدنا في اوكسيال قبل هي لعبنا مع بعضنا في الاسبوار في اللاكس وعملنا برشا ماتشات باهين وقتها في الاسبوار قعدنا 7 ولا 8 بارتيات ورا بعضهم ما قبلناش عملنا لعبنا مع بعضنا ومن بعديك هو كي طلع سينيور كانت معبيه برشا وقتها لاكس معبيه برشا جوارات في اللاكس وحطوا سي فوزي قالوا تنجم تلعب رير جوش وكاو بديت البدايه نتاعو رير جوش مع سي فوزي و ماتش اولمبيك اليوم هذاك اول ماتش لعبوا رير جوش لعب هو هذاك قبل سي فوزي اما معناها قعد من بعد قعد يرجع بين رير جوش بين اكس بين رير جوش بين لاكس من بعد ديك عند سي فوزي صحيح معناها وليت البلاصه نتاعو على طول اللي هي رير جوش حتى لتوا معناها اما سينو هو متكون في اللاكس ونتصور حتى في الفانت كارير نتاعو وينجم يلعب في اللاكس فاسيلمون. صحيح حي. باهي كمل لي مهدي خلينا نرجعوا لك انت في حمل كيفاش لقيت احمد بالله احمد ما اخي قال نحب نعرف غرامك بالباسكيت. والله صحيح معناها بون بريود الاخرين تونس الكل تغام بالباسكيت، مي انا من قبل هكا مغروم شويه بالباسكيت نلعب باسكيت شويه مانيش ملاعبي معناها ما نلعب شويه نشري حتى في البلاي نلعب باسكيت حتى مرتي معني عرفتها في ماتش تاع باسكيت كل شيء في الباسكيت مشي ماتش شكون؟ ماتش تاع باسكيت انا مشيت نلعب وهي جت تلعب وعرفنا بعض مشيت ام بي اي ماتش ولا حضرت مهدي ولا لا مازال ربي سهل دنيا اخرى صاحبي والله يا ربي سهل هذه حاجة واحد يتمنى يعملها في حياته ان شاء الله ان شاء الله نهار اخر واحد ينجم يعملها ان شاء الله مازال انا حضرت ماتش حضرت ماتش سان انطونيو وميامي ذا اللي عندها 2016 هذا حاجه هكا بالحق حاجه اخرى شو كامل معناتها مش ماتش كوره كل حفله معناها عندي صاحبي صحيح مشي تو بريود الاخرين عايش في امريكا قال لي الباسكيت والفوتبول الامريكان قال لي كيما قلت انت سيرتو الفوتبول الامريكان اللي ممكن اكثر حتى من الباسكيت قال لي دنيا اخرى وعالم اخر معناها كيما قلت انت ناس ماشي سبيكتاكل تحضر مش ماتش كوره كيما عندنا لهنا ولا تروح باسكيت اللي تقف الدنيا حضرت انا ماتش هوكي هاي سويت كلاس وماتش بوكس وقت حزيت مغرمين برشا بالجو هذاك قالك ليبرون كوري هكا ليبرون شو نقول باهي مهدي لا بابا قول لي في حملان في التيست معناتها ما قلت صعوبه فيه ديريكت لقيت روحك والله مشيت نتذكر اول نهار ما كانش عندي ثبات تاع كوره لبست باش تاع اونتري المهم مشي عندي ثبات لبسته معناها ثبات تاع لبسه معناها مشيت وقتها الانترونور قال لي راهو سامحني ولدي سي العياري وقتها الله يذكره بالخير قديم برشا في حملهم قال لي ولدي راهو مرحبا بك ما راك ما نجمش نخليك تلعب بالصبات هذه فهمت كهو وقتها في اخر السيونس شوت بينالتي وشوت كفرونات وكل عباره عملت حاجه ما صارتش معناها فرحه كبيره معناها لتو نتذكرها فهمت كهو خذيت من بعد خذيت بدري نتاع كوره وكيما قلت لي انت معناها وقت سيرتو بدني وقتها في العمر نتاع 19 سنين كنت فايت برشا اصحابي بالكدا ديريكت دوما دخلت لونترونور قال لي معناها بدك نتاع ديفونسور بديت نلعب في اللاكس من دوما دخلت وبديت القصه نتاعي غادي في حملهم قد ايه من العام لعبت عملت من 9 حتىك شي لل من بوسان حتىك شي لل 3 4 سنين في حملهم من بعد جيت للكلوب اي كيف جيت مشى للكلوب بون لعبنا كونتر الكلوب ماتش اميكال لعبت فيه بالكدا وماركيت حتى فيه وكل من بعد الماتش الانترونور سي مهدي مجدوب كيف الله يذكره بالخير هذا انترونور معناها فورماتور كبير برشا وتو يخدم في قطر وكفاءه كبيره على الاخر كان النجم في تونس معناها نستغلوه انه يكون يخدم في الليجان في تونس خاطر خرج برشا جواريت من اللي تشوف فيهم تو يلعبوا في تونس في الاه هو معناها تكونوا على يديه هو تقول لي هكا خاطر هو هزك الكلوب
لا لا ولا لا لا ولا لا، اي واحد اخر شفت قبيله تحكي فضلك مع عليك. الزيادي، شفت القبيله تحكي مع الزيادي، تنجم تسال الزيادي حتى الزيادي معناه باش يقول لك نفس الكلام معناه. كمل بعض اسئلتك على زياد. كقبيله سامي مش انا بركه، ثلاثه ولا اربع اصحابي اخرين، كانت عندنا كيب باهيه في حملهم، فثلاثه ولا اربع اصحابي اخرين خذينا النوامر بتاعنا وقال لنا، قال لنا نكلمكم معناها في الصيف تجيو معايا، فهمت؟ وكيف كيف فما واحد اخر يلعب ديما، كنا نحن نلعب في الشامبيونات بتاعنا كانت فيها حائل خضراء تلعب، وهو عنده صاحبه انترونور يراني في حائل خضراء، كان كيف كيف زاد يخدم معاه كي جوارات الباهين كي يشوفهم باهين يقول له راهم هذوما ينجموا يعاونوك يعملوا عندك تيست وكل كيف كيف، زاد نتاع هذا نتاع الممرن اللي في حائل خضراء قال هو صاحب سمادي كلمني قال لي راهو معناها هكا وهكا في الوقت هذا اجى للبارك، مشيت وقتها للبارك تصور الجمعة الأولانية مشيت هزيت ساكي مشيت للبارك، وصلت للبارك ومن كثر اللي هي حاجة ماهيش نورمال ما نجمتش ندخل للبارك، معناها حسيتها حاجة كبيرة على الآخر وما انت دخلتش. كلوبيست من الساعة ولا مع ولا كلوبيست على حمام الآخر، ولا ما عندكش؟ كلوبيست على الآخر، ورقيت فيها ديفيكولتي مع مسؤولين تاع حملهم وقت انا صغير 10 11 سنة، نمشي مع اخويا او يتفرج نمشي نتفرج، حتى الدبابة ما في بالوش قدام ساعات نخرج من القرايه نمشي نتفرجوا في الكلوب، كانوا يجيو يقولوا لي راك ما تجيش راك تلعب في حملهم راك ما تجيش تمشي تتفرج في الكلوب وكل. وبعد كما قلت لك معناها كي جيت الحكايه نتاع الكلوب حتى باش خروجي من حملهم في الكلوب كان صعيب على الاخر، ما نجمتش نمشي معناها ما حبوش يسيبوني. وفي الوقت هذاك 2002 2003 هاي 2002 2003 طلبوا قالوا لهم ليه راهو ما نسيبوهش، ديجا كنت في الجينيراسيون بتاعي هذيك نتاع حاملهم كيما قلت لك معناها كان بدني باهي بالكدا وكنت حتى نطلع نلعب مع اللي اكبر مني. قال لهم طلبوا على الكلوب 10 ملايين في وانا طفل صغير عمري 11 و12 سنه معناها، قالوا لي مالا حاملهم فرانا ماناش باش نسيبوك. قعدت وما عنديش كان الكلوب راه عرفت اخويا، تفكرت حاجه اخرى معناها كلموني حتى الاسبيرونس وقت سي عبد المجيد جلاسي زاد وقتها كلمني، وانا بما اني كنت نحب الكلوب وحتى سي عبد المجيد جلاسي تكلم مع بابا معناها، وبابا بالرغم كلوبيستي ما ظهرت لي اللي يعني الاسبيرونس اللي اكثر معناها كانوا انتريسي اكثر، قال لي ليه وقت الاسبيرونس معناها في الوقت هذيك كانت هي مسيطره وكل، قال لي يمشي الاسبيرونس وممكن تطلع خير وكل. وانا باب معناها بصحة راس وصغر وحب قلت له تكشف لا هو راح يمشي، ولا لا يحب الكلوب، لا يحب الكلوب باب، وقال لك امشي للاسبيرونس بقى. قال يمشي الاسبيرونس خاطر كيما قلت لك حس الاسبيرونس انتريسي اكثر معناها يكلموه اكثر، فهمت كيفاش؟ فهمتك فهمت. فهمتك. وقتها نتذكر فما مره كلموا في الدار يسالوا قالوا وين ابوك وكل شيء، واخويا معناها في الدار هز تليفون قال لهم شكون معايا، قالوا رانا هكا هكا مات، قال لهم راه غلط ماهوش موجودين وذي مش هي، علق عليهم التليفون مش يمشيش الاسبيرونس. وكهو كيما قلت لك من بعد في حملهم في باش نمشي بالكلوب اللي حملهم، فقالوا لي لا معناها ما نسيبوكش لما ناخذوا 10 ملايين ما كانش تقعد معانا معناها. والكلوب وقتها قالوا ما عطاوش شطر وقتها، قالوا لي راه معناها ما نجموش ندفعوا في السوم هذاك 2002 2003 10 ملايين كانوا برشا فلوس معناها. قعدت قلت اوكي باش نضحي باش نقعد في الكلوب عامين، خاطر وقتها كي تقعد عامين ما تلعبش تولي ليبر من بعد. ومشيت ليبيا حاجه هكا هذيك من بعد، هذا من بعد هذا ما زلت في هذيك من بعد بس كيما قلت لك من بعد قعدت 6 شهور ما نلعبش، من بعد بعد 6 شهور قعدت نترينا بركه مع الكلوب، وبعد تفاهموا هما وحملون ظهر لي خداو 4 ولا 5 ملايين حاجه هكا وحاجات اخرين اللي جون اللي دوسار لك والكور حاجات هكاك صحيت بالضبط. وبديت معناها بديت مع وقتها في 2003 2004 هكا مشيت صح في الكلوب وفي الميني بديت مع الكلوب. وفي الكلوب سهله كانت الدخله ولا كيفاش؟ لقيت صعوبات من الاول ولا والله الحقيقه معناها كنت انا وقتها في السونتر نلعب في السونتر وقتها ماشي كيم ناسيونال، مي احسن جواريت وقتها عملوا كيما نقولوا احسن 70 جوار وقتها عملوا اختاروا منا 20 25 جوار مشينا للسونتر وقتها. الحقيقه النيفو بتاعي كان باهي بالكدا، كي مشيت النيفو بالطبيعه زاد كان قوي على الاخر، تعرف ديما الكلوب ليسبيرونس ليتوال في لي جون ديما يجيبوا احسن جوارات في تونس.
كي مشيت ما لقيتش ديفيكولتي، بديت من اول ماتش نلعب والحمد لله معناها جوي باهي كان. وباهي نحكي شوية على المنتخب نتاع لعب في مونديال 2007، انت ظهر لي هذيك اكبر حصة قعدتك في حياتك. والله صحيح اكبر حسره وحاجه ما تنحاش معناها. انت كنت كابتن نتاع المنتخب هذاك انا ولعبت كنت معاهم برشا. كابيتان في الجينيراسيون بتاعي في الكلوب، وفي ليكيب ناسيونال فما ماتش ويت كنت كابيتان، ما كان مجدي المخزومي هو كابيتان، وبرشا أي. حبيب التونسي نور يوسف عيفة برشا معناها. بون ليكيب هذيك كيما قلت لك معناها بدينا في السونتر، عملنا 6 سنين في السونتر، تكوننا بالكدا تعبنا بالكدا. قبل الكوب دافريك، الكوب دافريك يصير في مارس، في مارس حاجة هكا 2017 في مارس، وانا تضربت في فيفري ما جونفيي فيفري تضربت، عملت في ظهرك حاجة هيك ضربها تضربت في ظهري مفكر ما تنسى. في الفقرة، في الفقرة الخامسة كان عندي كسر صغير خلاني عامين معناها ما نلعبش، والضربة ذيك ديجا بدلت الكارير نتاعي كله معناها، ملي كنت معناها كنت الفوق معناها نخزر الحاجة كبيرة معناها نخزر حتى العالمية معناها، نلقى روحي في الدار ما نعرفش على روحي معناها باش نرجع نلعب ما نرجعش. تعرف انت سيتوياسيون في تونس الكل معناها، مش معناها في لي دومين الكل. انا وقتها بون ليكيب ناسيونال شدوا الطريق وكل دي ستاج ديما لبرا يمشيوا يلعبوا لبرا معناها، ما نجمش نكون حاضر في ستاجات باش يتلهوا بيا. وفي الكلوب وقتها الحق معناها شهر شهرين الاولانيين شافوا واش عندي، فما ناس يرحم والديهم زاد كيف كيف عاونوني برشا 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 عباد، ما نجمش نذكر واحد ونخلي واحد بكيك معناها نجم الناس يتغشوا عليا، من اكثر من اكثر واحد اللي عاوني اللي هو سي محسن طرابلسي اللي يرحم والديه معناها، بخلاف سبور وكوره معناها انسان نظيف برشا، وهو معناها حتى الناس اللي تخرج من الكوره من الكلوب والا حتى تخرج من الكلوب تخرج من الكوره جمله معناها ما عادش تلعب، وكانوا يلعبوا قبل اولاده معناها دواء وكل كي يمشيوا له توا معناها يفرح بهم عباره اولاده معناها، حتى فلوس حاجه كي يبدا عنده مثلا باش يعمل اوبيراسيون ولا باش يعمل حاجه يعاونوا معناها. كيما قلت لك برشا برشا ناس في الوقت هذاك، شهر شهرين من بعد الناس الكل معناها ما عادش تلهي بيا حتى حد. قعدت الحقيقه معناها دارنا اللي هما اللي تلهوا بيا، بابا اللي وقف معايا نعمل لي ريم وقتها 2007 500000 معناها ديجا لتوا 500000 في عائله معناها ما هي سهله باش تخرجها من عائله، صحيح خلي في فلوس 2000 خلي في 2007 يا ريم عملتها بفلوس، عملت معناها برشا حاجات معناها فهمت. طيشوك تقول انت مهدي حسيتها هكا طيشوك تنجم تقول معناها سورتو بعد ما طولت شهرين ثلاثه الاولانيين موجودين معايا، اما كي بديت الضربه تطول كي بديت الضربه تطول تطيشوني معناها عباره صحيح. حتى من بعد كي رجعت نلعب اصحابي يقولوا لي راهو الكلهم يحكيوا في البارك اللي انت صحيح معناها ما عادش ترجع تلعب معناها جمله فهمت. وقت الحقيقه وقت صعيب، انا في علاش في الوقت هذاك صعيب لانه في عمر 15 16 سنه يتصعب القرايه وتصعب الكوره، فما الحقيقه اللي يوفق فيهم الزوز، وفما اللي سايب الكوره اللي هي بقرايته وفما اللي سايب القرايه اللي هي بالكوره معناها. وانا في الوقت ذاك في الجينيراسيون بتاعي كنت من احسن الجوار وعندي اوبجيكتيف كبير برشا معناها، نحب نوصل نلعب اللي هي معناها الناس الكل تحب تعملها، توصل تلعب في الاوروب تحب تلعب في ليكيب ناسيونال الكل. قلت معناها في قرارة نفسي معناها فهمت، قلت معناها القرايه هاني باش نقرا معناها ماهيش اوبجيكتيف، نحضر وكهو فهمت، نحاول اللي باش نوصل وين باش نوصل، اما معناها حاجه نحيتها معناها وباش نركز كان في وفي الوقت هذاك خرجت من القرايه وتضرب معناها واحد ما يعرفش على روحه يا باش يكور يا باش مش باش يكور معناها حبيت بلاصتك انت يمكن يتحطم معناها ضيع الزوز تكون انت في الوقت هذاك. والله الحقيقه معناها صعيبه صعيبه على الاخر، صعيبه على الاخر، تصور انت تقعد وحدك. صاروا لي برشا حاجات منهم حاجه هذه معناها ما ننساهاش، اول مره معناها حتى نحكيها، نحن بدينا الجينيراسيون تاعي هذيك ملي عمرنا 13 14 15 كنا نمشيو برشا معناها لي ستاج، كنا معناها ناخذوا مصروفنا كيما نقولوا معناها ما ناخذوش في برشا فلوس اما ناخذوا مصروفنا معناها، حتى عائلتنا
كان يكون انا معناها مرتاحينه. مرتاحينهم شويه معناها في الظروف هذيك الصعيبه، معناها كان عندنا شويه مصروف نسلكوا امورنا كما نقول. من بعد في ملي عمري كسرتو زاد كيف كيف كان يمشوا لي كيف الناس منها اكثر حاجه اللي هو معناها في استاجات ناخذوا فلوس باهيه، كي نربحوا ماتشات ناخذوا فلوس باهيه. ملي صغير معناها في الوقت هذاك 16 17 سنه معناها لا نمشي كيف ناسيونال لا حد شيء، نحس في روحي قاعد في الدار معناها ما نعمل في حد شيء. واكيد معناها وبديت نكثر ياسر في المصروف معناها، وربي يفضلهم دارنا معناها عمرهم ما قالوا لي ليه. اما انا في انتم داركم داركم شنو لابس لابس عليهم؟ متوسطين شنو بالضبط متوسطين؟ متوسطين الحمد لله يا ربي كيما الناس عايش الحمد لله يا ربي، ما ناقصين حتى شيء، ما نقصنا حتى شيء من اللي صغار الحمد لله يا ربي. بابا ربي فضله، امي ربي فضلها معناها، وفروا لنا كل شيء. عمرنا ما عدينا عيد مش باهي، عمرنا ما عدينا عيد كبير صغير، كل شيء معناها في دخول القرايه نشريو احسن باش. اما معناها كما قلت لك انا نحس كبرت قبل عمري كما اغلب الكوانسه معناها. صحيح الحمد لله يا رب. عايشه معناها بتجي حاجه زايده تنجم تفقع عليهم شويه كيك، فهمت؟ ليه كما قلت لك انا بديت معناها كبرت شويه قبل عمري معناها كما قلت لك معناها، وليت في عمر 17 18 سنه انا قاعد في الدار، وحتى اخويا بدا يتبولد علي يقول انت بتعمل حتى شيء تؤمر علينا كهو معناها. بديت معناها بديت يكثر مصروف كيما قلت لك، ريم عمليات دواء برشا حاجات معناها. وكان فما اللي لازمني خاطر مضروب على ظهري لازمني نمشي للتيسين باش نعمل ديسيونس على ظهري. شهر الاولاني شهر الثاني بيسين ديبلاسمون مصروف ولا حشمت معناها شفت منهم الشهر. ولو انه مامور يكون هذا كله على حساب الجمعيه مامور يكون نورمالمون هذا ما صار. ليش تنشد وقتها مهدي؟ والله جينيراسيون بعد انا تدربت في اخر الكادي في الكادي، ومن بعد في الجونيور تبدلت الحقيقه. والله نسيت حتى شكون مسؤولين خاطر من بعد تبدلت من جينيراسيون لجينيراسيون نسيت شكون بالضبط معناها المسؤولين خاطر ما فاستوش التيران معناها، حتى هما ما كلمونيش. فهمت كيفاش؟ فهمتك. الحاسك كما قلت لك وجا بدا يقرب الربيع بدا يقرب الصيف باش هكا معناها، حتى بابا وامي ودارهم يعرفوهاش الحاجه هذه باش ما نكثرش عليهم. وليت نقوم الصباح بكري نمشي للبحر للسياسه اللي باش نعملهم في البيسين باش ما نثقلش معناها على الدار، نعملهم في البحر. وكيما يعرفوا معناها وليت حاملهم في الكل، كيما يعرفوا وليت حاملهم في الكل البحر نتاعنا ما عادش يعوم معناها كي حاملهم خمجهم. اي صحيح. دونك انت تنجم تعرف وقتها مهدي صيف شتاء شنو وقت؟ لا وقتها بدا ربيع بدا الصيف يدخل، بدا الصيف يدخل بدا تسخن الدنيا كلها. اما كيما قلت لك معناها ترينا ما نعرفش على ما نعرفش عليها، تنجم تخرج لاي حاجه من البحر لانه ما نشوف في حد شيء معناها. فهمت هذه حاجه بالرسمي معناها ما نذكرها على الاخر. تحس معناها قهره معناها كيفاش كنت انت من خاطر قبل ما تضرب كنت معناها حاجه كبيره، اي حاجه لاي حاجه مثلا كنت الحق معناها يسبقوني حتى على اصحابي في مثلا بونمون نتاع ترونسبور في صبات نتاع كوره في حاجه معناها. فهمت؟ ومن بعد فرد مره هذاك الكل اللي كنت نشوف فيه ما عادش نشوف فيه، حتى تليفون ما عادش موجود معناها. نذكر مره زاده كيف كيف في البريود هذيك الصعيبه انا نمشي في الافينيو كنت في البارك ما لقيت حتى حد، ما كلمني حد، عرضني سي منتصر لوحيشي. هو كان لي بليجون وقتها، هو لي وقتها هو رانيني صغير في الليجون، انا رانيني صغير اما ما رانيني دوب ما دخل كلوب رانيني صغير و عرضني اما ما عادش راني فيا وقتها معناها يشد في كاتيجوري هو. فهمت؟ قال لي شو بيك صفا وينك شنو عملت في ضربتك؟ ما في بالي بيك اللي تمشي لسي محسن وكل شنو وقتها. في الوقت هذاك قلت له راه هكا هكا ما كلمني حتى حد. هو وقتها هزني مشي معايا وبخلاف انه عندي مشكله في ظهري صارت لي مشكله في الزاديكتور نتاعي لازمني نعمل عمليه اخرى زاده معناها بخلاف ظهري لازمني نعمل عمليه. دونك مشي معايا للطبيب ووقتها خوسي محسن مشي عمل لي العمليه. سي خوسي محسن طرابلسي معناها الكلوب ما همش لاهين معناها. قال كلمتهم الكل قعدوا يعني اللي موجودين وقتها تو يا اخي وقتها سي منتصر قالوا كيف باش نعملوا معناها. قال لهم كان الكلوب ما تدفعش معناها الفلوس العمليه نتاعو هاو عليا انا هاو نمروي هاو كل شيء ندفعهم انا معناها. ومن بعد بمده الحقيقه تعملت العمليه وتكلموا معناها الدكتور خو طرابلسي وقتها تكلم مازال ما خلصش. كلموا سي منتصر يا اخي هو قعد برشا يحكي مع المسؤولين باش دفعوها معناها العمليه معناها برشا 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 حاجات معناها. وبعد عملت بريباراسيون كبيره 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 على الاخر. رجعت كنت انا تضربت في الكادي كادي كادي في الكادي
كنا نلعب ماتش ضد الجونيور، نحس في روحي معناها قبل تظهر ديما يظهر ديفيرونس نتاع بينات عام وعامين في الجون يظهر معناها. كنا في الكادي كي نلعب ضد صحابي في الجونيور معناها نحس روحي حتى معناها نحكي فيزيك مو نفس كل نحس النيفو روحي ولا شيء. حتى معناها ارتاح مرتاح معناها فهمت. من بعد نرجع في الكادي رجعت نلعب مع اللي اصغر مني نحس فيها معناها نحس الناس تجري وكل، وانا جات تلعب في وقت بسهولة. وانا وقت كيما قلت لك ترجع 16 18 سنه وقت صعيب على الاخر خاطر البدن في الاخر بتاع البريود بتاع اللي باش ننمو وكل، انا ذاك الكل ما عملتوش معناها قاعد في الدار نرقد على اللوح لان يعني خاطر الطبيب ملازم عليه باش نرقد على اللوح. تعب برشا معناها والحمد بدنك لله كان حتى لازم يكون غير مهدي معناها في برشا المورفولوجي معناها لو كان مش برشا بيقول هذيك. برشا. انا كيما عمري 16 15 كيما تو معناها ما زدتش مع بنات 16 و18 اللي الناس تقفز فيهم وتقوى فيهم وكل، بالعكس انا معناها نفس عباره عمري 15 16 عباره عمري تو 30 سنه ما زدت حتى شيء معناها. باهي نحكي شوية عن المنتخب نتاع عام 90، علاش ما وصلوش برشا من لاعبية المنتخب هذاك مهدي؟ يمكن نقول شوية يوسف هكا وصل، وأقل شوية بلال عيفة، يمكن هكا الباقي كل أغلبهم ضاعوا معناها. والله بون صحيح معناها كلهم وصلوا يلعبوا نفكر أنا كلهم وقتها وصلوا صغير، نفكر بالباهي جينيراسيون مهدي، حبيب التونسي مثلا كان جارديان كبير وقتها، برشا من لاعبية رفيق تخيل، بالنسبة لي أنا شكون آخر؟ أقوى مهدي أقوى المخزومي، جوار أقوى جوار نور حضري، نور حضرية اي اكثر واحد اي، أقوى او كان جوار أقوى جوار ظهر لي احنا لعبنا حتى كاردو فينال وقتها، كان هو سابع احسن لاعب في البطولة وقتها نتفكر. عنده مصنفينه في الوقت ذاك مصنفينه في الميور فان جوار فيتور ميور جوار معناه مع توني كروس ومع مسعود وزيل والكسيس شانسيز ومع معناها دي جوار سوبر ستار معناها كبار جوار كبار على الاخر، تقول مسعود وزيل ولا توني كروس معناها صايي معناها ما عادش نجم تزيد معناها، وهو كان محطوط مع محطوط معناها في كنا معناها كنا نستناو في نور باش يعمل. شنو صار؟ والله ايش اقول لك احكي لي جينيرالمون واحكي لي عنو سبيسيالمون معناها. نور ظروف عائلية وفاة والدته أثرت فيه شوية، وفاة هو ما والدته أخذ زيت. وفاة عمته وعنده كانت خرجة باش يخرج لسويسرا مرة زادة ما خرجش، هو كيف كيف زاد رمى البنديل بكري أكيد معناها الناس الكل تصير ظروف تصير لهم مشاكل في الحياة معناها فهمت، هو صارت له مشاكل هو رمى المنديل معناها ما سلم معناها ما قعدش في النيفو اللي لازم يقعد فيه. فما برشا مصعب ساسي كيف كيف زاده كان ينجم يعمل صحيح كارير صحيح كبيره، صحيح خالد العياري كيف كيف كان ينجم يعمل كارير كبيره، وكملناها انت قلت لي بلال ويوسف هذوما الوحيدين اللي لعبوا في نيفو كبير لعبوا دي كوب دافريك وكل. لعبوا فريق كيف بون في يوسف الأول لعبوا صحيح يوسف ويوسف اوكي معناها الناس الكل معناها ورا كل شيء والناس الكل تشهد بيه، ما بلال بخلاف ثلاثه لاربع سنين الاولانيين اللي هو من 17 حتى 21 22 23 معناها عنده ثلاث اربع خمس سنين الناس الكل تشكك فيه معناها، هو زاد كيف كيف كان ينجم يعمل كارير كبيره. اكزامبل اللي عمله عبد النور كان ينجم يعمله بلال، علاش خاطر بريسك احنا فار جينيراسيون هو اكبر منا بعام النيفو جاب زي كان مهدي الراديو، هو حكينا فيه شويه الموضوع، هو زاد هم اللي روحه شويه سيرتو في بدنه واحد. اذا كان قلت لك معناها تو مثلا نور كي جبدناه جبدنا اعطيناها معناها كنا فما ظروف وهو ما ساعدش روحه معناها بلال الحقيقه زاد هو ما ساعدش روحه اللي ثلاثه كما قلنا ثلاثه الاربع سنين الاخرين سايب روحه جمله ما اذا كان ما تقدمش توخر وذاك اللي صار هو ما قدمش معناها قعد 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 الرجوع للاكس مهدي كان قام على اليمين خير ولا كان ينجم خير، هو كلهم برشا دي زونترونور كان بوليفالون كان احنا كنا صغار كي كان صغير كان يلعب فريانا قبل ما يجي معنا الكلوب يبدا في اللاكس وبعد يحطوا لي دروا وبعد يبدا خاسر لونترنور يطلع واتاكون يلعبهم الكل مره في ايطاليا مره كونتر اتلانتا وهو كان اقصر جوار معناه كان صغير بالكدا معناه تلعبت كورنير ما حصروا حتى حد ضربها الكوره نحاها الجول الكورنير اللي بعده لونترنور الايطالياني ولا يعيط عليهم يقول لهم احصروه الكورنير اللي بعده ضربها بالراس ضربها علبة ولا يعيط الكورنير الثالثه اللي بعدها معناها ماركيها هو قصير اقصر واحد معناها في التيران
دوماج ولا دوماج معناها كي تشوف ما سورتو انا مش خاطر صاحبي معناها انا معناها كيما عطيته قلت لك راهو عنده كاليتي كبيره، قلت لك راهو زاد ضر روحه معناها كنت نجم نحامي عليه للاخر نقول لك ليه راهو مش منه هو كل صحيح. اكيد منه هو، اما دوماج والله عنده كاليتي كبيره برشا فقدها هو كيما قلت لك كيما تخدمش برشا، فما ناس اخرى اقل منك مستوى باش تخدم انت ما تخدمش والاخر الناس الاخرى تخدم وتفوتك معناها فوتك يا اسحاق. تفوتك وتفوتك، هذه هي مشكلته هو نور هذوما الزوز معناها اللي في اللي جونا، فما جوارات اخرين زاده في السنيور معناها شفتهم كانوا نجموا يعملوا كارير اخرى كبيره وكل ما في اللي المشكور جونا هذوما كيما مثلا وجدي المشرقي كيف كيف وهذاك وجدي عدلك المشرقي برشا 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 بلاش كوره، نحكيته مهدي اكيد تعرفوا انت خير مني شنو هي مشكلته، عايش ما كملش عايش بطل نحن لبس نقولوا كوره نقولوا نحن نقول الاولاد يقولوا له انت لابس عليك برشا ماكش تاع كوره يعني الحمد لله اموره ميسره هو فهمت، كان كي جاته ضربه هو ضرب ضربه خايبه في الشيفي نتاعو قلقته وهي اللي قضت له على الكارير نتاعو، اما ما خاطر كانش كي طلع وقتها في الكاس الكاف 2011 الناس الكل قالت هذا باش ياخذ بلاصه هاير وقتها. لا ما شاء الله عليه عنده رابيد برشا وتكنيسيان تكنيسيان ما شاء الله وقتها كان اسمه كان وجدي المشرقي الناس الكل معناها استنيته باش يعمل ما قعدش معناها عام برك عمل باهي ومن بعد قعد تلاشى معناها مشي هكاك برشا سينو برشا برشا بطل جوارات الكورة اخرين توا ما بطل عادش بطل كونتاكت الكورة معاه ولا حاجة. اوكي ما عاد صحة صحة الاولاد لك قعدنا اون كونتاكت هكا ما اللي نعرفه اللي هو تو ما عادش باهي ما عادش طلع للسنيور كيفاش جات مات؟ طلع للسنيور عمر زكري سلم عليه اهلا اهلا زيك تحية ليك. شنية شبنا شنية ذيك دقي شنية دقي داقي 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 ممكن شنية يلعب يا معايا عمنا ولا انا صاحبنا داغستان من البلاد بتاع شو اسمه ذاك البوكسور حاسين فاز هكا طلع للسينيور بو كيما قلت في عمر 18 رجعت بديت بشوية بشوية نرجع نلعب رجعت دوزيام اني جونيور عملت عام بديت نرجع في النيفو بتاعي خاطر كيما قلت لك رجعت عام عامين ما تلعبش كورة باش ترجع اكيد باش يكون النيفو بتاعك طايح، عملت عام بتاعي باهي صفات عدى كيف كيف طلعت الاسبوار بديت في العام بديت بعد فما اجون كلمني قال لي اذا معناها عنده اوفر ليا من السي اس اس شكون تسميه؟ سي مكرم اجون ما كان نعرفوش باهي يا كان يرحم والديه زاده كيف كيف كلمني قال لي راهو عندي ليك اوفر من السي اس اس شنو امورك في الكلوب؟ قلت له راهو انا معناها ولد الكلوب دونك نستنى باش يعملوا لي كونترات وكان ما نحكي معاهم وكل كان عندي كونترات اكيد معناها نحب ذيك الريف نتاعي والاوبجيكتيف نتاعك نلعب سينو معناها اي واحد ما نجمش يقول لا للسي اس اس اذا كان ما عندكش بلاصه في الكلوب في السينيور صحيح بيان سور كلمتهم قلت لهم راهو عندي ما بتبيعه معناها ما نجمش نقول لهم سي اس اس ديريكت، قلت لهم عندي راهو اوفر في جمعيه اخرى نعمل كونترا ولا معناها عملوا لي نمشي كونترات على ونقعد ما كانش نمشي على روحي فهمت، وديجا وقت عملت انا دي سيونس مع ليكيب سينيور ولعبت حتى مع بيير لوشانت لعبت وقتها حتى شكون ماتشو بيير لوشانت الوقت عام قديش 2000 2010 2011 2009 2009 اها عملت كيما قلت لك 2009 عملت دي سيونس دونترينمون معاهم كيف كيف عملت ماتشويت اميكو وكل كما قلت لك كلمتهم ما تعداوا معناها ما جاوبني حتى حد معناها لين سمعت فما عندي فما واحدين من الولاد بداوا يكلموا فيهم باش يعملوا كونتراتوات وانا ما فمانيش موجود معناها كهو يا اخي كلمته قلت له اوكي معناها راني كلمتهم ما جاوبني حتى حد دونك اوكي نقبل معناها الاوفر اللي باش تزني ليه، مشيت معاه وقتها كانت تفكر يوسف المساكني وعاطف التخيلي الزوز واحد من يوسف شو جندوبه اللي مراته اي وحتى عاطف مشى الامارات لازم فما وتم قانون البغان مثلا اللي زاد وسام مشى لفرنسا هذاك باش تمشي من الجمعيه للجمعيه ما تنجمش معناها لازمك تخرج فما قانون تخرج سي موا من البلاد اللي انت فيها وترجع تولي اوتوماتيكمون ليبر، صحيح مش انا وقتها مشيت كيما الكلوب معناها ما جاوبونيش ما كلمونيش مشيت حكيت مع جماعه سي اس اس
وقتها مع فيس بريزيدون، وقتها مع سي المنصف خميخم، قابلت معاه وحكيت معاه، ووقتها معناها فرحوا بيا بالكدي وبعثوني في كيب، قالوا لي تقعد 6 موا، تقعد في ليبيا ومن بعد ترجع معانا. معناها وقتها رجعوا معناها الكلوب يكلموا فيا وكيفاش، ونحن راه كنا باش نعملوا لك، كنا باش نعملوا لك، كنا باش نعملوا لك، وما تجيش. معناها واحد صايم معناها مشى وصل اعطاه كلمته الجمعيه كبيره، معناها كل ما نجمش بعد. مشيت وقتنا ديجا في ليبيا، قعدت كبرت الحقيقه معناها والله ليه مش كبستم، ما حسيت اوبجيكتيف معناها باش نمشي، انا مانيش نلعب معناها ديجا خرجت من تونس جمله مشيت ليبيا، معناها كان جيت باش نكبسهم راهم كيكلموني رجعت، معناها فهمت. كما قلت لك مشيت ليبيا قعدوا وقت، قعدوا برشا يكلموا فينا، يكلموا فيا ويكلموا حتى بابا وكل. المشكله اللي سي اس اس قالوا لي بعد شهر راك باش تبدا تلعب في ليبيا في ليكيب. مشيت ليكيب اسمها اهلي بنغازي، تعدى شهر الاولاني شهر الثاني، والحقيقه معناها والله هذه ما قلت لحتى حد. تعرف اللي انا في الوقت ذاك ندعي نحب نرجع نلعب في الكلوب، معناها خاطر معناها كما قلت لك معناها حاجه انا حبيت نعملها ملي انا صغير، و معناها ما صارتش معناها فهمت. كهو قعدوا الشهر الاولاني الثاني الثالث، كلمت لاجون، وحتى معناها انا وياه معناها وقتها تعاركنا وكيفاش، قلت لي شهر وبديت نهلوس ونكلم في اصحابي في تونس ونقول لهم اسالوا لي زاجون بتاعكم اسالوا صحيحه سي موا ونرجع ليبر وكل. هاني ما بديتش نلعب، هما ما بعطوش الكارت جون نتاعي باش نبدا نلعب وكل حكايات هذوكم الكل. وقتها كانوا يقولوا لي نورمالمون نو سي بون سي سي مو ترجع. الحقيقه انا قلت له انت ايش قلت لي؟ واش قالوا لي جماعه السياسي؟ بعد شهر نبدا نلعب، انا تو عندي 4 شهور ما نلعبش. وقتها ديجا الكلوب يكلموا فيا وكل فهمت، ومشيوا حتى البابا في الدار كلموه، بعثوا الكونترات وهبطت وقتها. وقتها بعد كلمك وقتها برشا برشا برشا، انا وقتها في ليبيا برشا والله انا صغير وقتها برشا كلموني. اما وقتها كي هبطت لتونس نتذكر بالقدا معناها كي هبطت كلمني لاجون قال لي سي بون راني حكيت مع سي اس اس. امي نوجه لها التحيه تفرج كده تحيه ده سلم عليك. عايشي. كيما قلت لك كلموا بعثوا الكونترات للبابا، هبطت من المطار كلمني لاجون قال لي سي بون حكيت مع جماعه سي اس اس، انت ما تنجمش، قعدت اكثر من وعدوك في شهر معناها باش تلعب، تو عندك 4 شهور. هبطت وقتها صارت حاجه معناها ما ننساهاش، معناها كيما قلت لك صحت الكونترات، ومن المطار تعديت صحت الكونترات مش ما تصيرش حد اي حاجه اخرى. وبعد لاجون كلمني في الليل قال لي اجي حشتي بيك، هزني الحاجه معناها لتو ما ننساهاش. معناها ندخل اللي هي فما ماتش ديربي وقتها، فما ماتش ديربي وفما عاملين رينيو كبارات النادي وفيهم الرئيس سي كامل يدير وقتها. دخلت وقتها نذكر كيما تو انا قبل ما ندخل في باليش معناها شنو معناها، يا اخي لاجون يعمل لي شد هاي بارفان قد راك تقابل الناس عمرك ما شفت معناها. وقتها قابلت مع سي كامل يدير، سي حموده بن عمار، سي بالحسن ترابلسي، معناها برشا برشا مع هذوما كبارات مع في الوقت هذاك باش انك تقعد معاهم وتحكي معاهم معناها حاجه معناها ماهيش سهله جمله معناها. علي مرزوقي كان مرزوق شكايرة. لحظة لحظة شنو هي الكلمة هذه؟ شكايرة. ايه شاكر على شاكر. كما قلت لك معناها هكا، وبديت وقتها بديت نترينا وكل، وعملت بريباراسيون، بديت مرة نترينا مع السينيور نلعب مع الاسبوار، لين اول مره وبديت برشا معناها برشا تعديو دي زونترونور، ما لعبتش حتى مره. شنو صار فيها القعده هذيك؟ صحت فيها كنت راه حاضر ولا شنو وقتها؟ شنو هي بالضبط؟ وقتها ليه وقتها ليه جوست جي وقتها سلمت على جماعه على كل وكهو معناها وقت سي كامل يدير قال لي مرحبا بيك وتعبتنا وكل وذي دارك وذي جمعيتك وكهو معناها كيما قلت لك هذه حاجه معناها ما ننساهاش بالرسمي، حاجه كبيره معناها سورتو انا في العمر عمري 19 وقتها حاجه كيك معناها نقعد ديما نتذكرها بيك حاجه كبيره معناها بخلاف اللي سميتهم لك. فما برشا ناس معناها كبار في الوقت هذاك معناها نتاع كبارات الكلوب معناها ماهيش سهله معناها فهمت. كيما قلت لك مش اي واحد في العمر هذاك في الوقت هذاك ينجم تصير له معناها الفازه هذه. به
بعد اول سيونس دونترينمون انا حكى لي رفيق قريشي، ما عادش قاعد يحكي، حكيت انت وياه شنو، قلت له قال لك خايف ولا ماكش خايف؟ قلت له عليه يا اخي انت مع دروكبا ولا شنو الفاز هذا؟ ايه ماك تعرف ديما كي باش تطلع تترينا وكل مع معنا معناه ليكيب سينيور صعيبه معناها. وديجا باش نحكي لك حاجه، قبل احنا في البارك كان الفيستير فيه زوز فيستيارات، معناها الباب يحل على زوز فيستيارات، فيها واحدة نتاع فيستير احنا الكبار واحدة نتاع دي جون. ونحن اولاد الجمعيه بون، حتى الكبار كيما خالد سويسي ولا حاجه اولاد الكلوب اللي حتى كي يكبر وكل يولي في ستار في الاكيب، ما فما ولاد الكلوب الاكثريه ديما ما ينقلوش مع ناس، فهمت؟ فهمتك اي. الفيستير الاخرى نحشم شو ندخل لها ما ندخلهاش، وانا نلعب راني نلعب معناها نلعب معاهم معناها فهمك ندخل معاهم في الاكيب تيتولير اما وكل نحشم الفيستير معناها شكون فيها نحشم. وقت سلمني شكون ايه مويك هكا؟ فيها عادل نفزي وسامة وسامة السلامي جماعة برشا شامبيونات برشا 2008 معناها. اي فيها جوارد كبار معناها سامي كبار كما قلت لك. وقت نتذكر اول مره دخلت لها الكينيه بالسيف جابني باش نعمل مساج غاديك، يعني يقول له ليه نقول له ليه نحب نقعد لهنا، يجي لهنا يجيبوا لكل واحد لهنا، قول لي ليه راه ذاك مهلوك يجي البيت هذه خير. دونك كما قلت لك باش كيفاش تطلع من الاول تشوف جوارد كبار انت عمرك الكل معناها كنت تشد لهم راماسور وكل بعد في دقيقه تلقى روحك تشترينا معاهم الكل. لازمك تكون عندك كونفيونس في روحك معناها باش تنجم تدخل معناها مع الجمهور. صعيب قبل احنا في البارك الاونترينمون اكثر من اللي يجوا يتفرجوا في جمعيات مع 2000 و3000 في البارك، وانت تعرف هذا وشفته صحيح على صحيح عينيك صحيح معناها صحيح الاونترينمون في رمضان في البارك. نمشيو نحن كي نوصل للبارك نلقى معناها الناس اللي جات موجوده في البارك قبل ما نحن نوصل قبل بساعه وكل معناها يكمندي في بلاصته باش ينجم يتفرج بالقدا. اي صحيح ايه شيء كبير وخساره معناها. توا يغيظني البارك، انا عندي مده بون توا قالوا صلحوه شويه نشوف حتى في التصاور، عندي مده في 3 سنين عاملين التالي متعدي قدام البارك، دخلت عملت طله والله معناها خير وقلت خير عليه شوية خير ليه شوية ليه باقي وقتها بقية ما بعيته وقتها مدري ليه وقت عاملين 3 سنين 3 سنين التالي اكثر شويه 3 سنين التالي وقتها ليه وقتها هو في الريتام بتاعه خايبه برشا. قلت فهمتك بزح سبحان الله، هو الله اعلم وقتاش عام 50 عام 60 ما نعرفش وقتاش البارك بدا يخدم. من وقتها حتى كش 2012 2013 البارك موجود، حتى معناها تصور انت الجازون بتاع السينيور كنا احنا صغار نلعبوا في الكلوب نتمناو ان باش نهبطوا نترانيو فيه معناها الجازون كان طياره على الاخر معناها، فهمتوا؟ فما تيران اوكي الكبير نتاع الاسبوار اللي كانت الحاله نتاعو ديما خايبه، اما نعرفه ايه. اي حاله نتاعو خايبه ما كانوا يرموه ديما وكنا نترينيو فيه معناها موجود معناها، فهمت؟ صحيح. وحاجه بركه حتى كي طلعت في العامين اللي لعبتهم سينيور في الكلوب كان الجازون نتاع التيران نتاع لونترينمون نتاعنا كان مكدود ديما مريقل، فما بيريود في العام تاع شهر شهرين اكيد معناها بستير فيه صيانه نخرج ونمشيو للقمرت نمشيو للرادز ونرجع معناها عادي معناها من 10 شهور اونترينمون نخرج 8 7 شهور في البارك الكل. علاش نحب نفهم علاش معناها 50 سنه يخدم في 5 سنين تو معناها ما عادش يخدم معناها، هذا هو يغيظك معناها تشوف سيرتو اللي واحد تعدى وشاف شاف معناها صغره الكل في البارك معناها، فهمت؟ من بعد تشوف الحاله ذيك معناها تغيظ معناها، فهمت؟ تو قالوا حسنوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء قد الله عملت انت عميل كيف في الكلوب مات عمين سينيور، شنو سينيور قعدك في بالك؟ انا أول بتذكر زوز حاجات احكي لك احكي لي عليهم بعد انت احكي لي شنو قعدك في بالك. الكاس الكاف ذاك الفينال بتاع 2011 والماتش الزمالك، احكي لي شويه أوكي كواليس منهم وبعد احكي لي انت ايش تحب. أوكي باهي بون نبدأ لك كيفاش بديت أول مرة ونكمل لك بذوكم الزوز. وقتها اول مره عند سي قيس اليعقوبي، انا بديت عند سي مراد محجوب، بديت باش ندخل صايب باش نلعب وبديت بماتش ديجا مشيت على البنك وكل، ومن بعد هو خرج سي مراد جي سي قيس اليعقوبي اول ماتش نلعبه كونتر سي اس اس وانا عمري ما لعبت حتى ماتش سينيور معناها. وقتها فما بلال، ممكن بلال هي. بلال عنده كارتون ما يلعب سوسبوندي ما يلعبش، فما شكون باش يلعب غير دروا. جي قال لي اعطاني قال لي نجم تلعب لاتيرال دروا، وانا مكثلي معناها مفجوع وكل
قلت له نجم حتى نلعب قول ولا حتى جوش، قلت وانا في بالي يقصد قال لي سنترال، معناه في بالي فلاك سنترال، فهمت؟ وانا اه ندبح فهمت. من كثره الفجعه معناه، فهمت؟ قلت له وين نلعب حتى على اليسار، اعطاني اليسار وترينيت 3 ايام 4 ايام هكاك قبل الماتش. واول ماتش معناها بديته كونتر سي اس اس اري دروا، معناها ديما واحد البدايه واحد ما ينسى ايش. سينو فينال كاف حسره معناها حتى لتوا، معناها حسره كبيره كبيره. ب 13 جوار وقتها جينيراسيون 17 كامله حاجة هيك، كيفاه؟ 13 ولا 14 جوار وقت الكلوب في اي ليفكتيف استنى، كامل حاجة هيك. وقتها لا وقتها الحقيقه سي فوزي بن زرتي حرص علينا، ما تصورش قديش معناها. نحن كنا الجوار الكبار الكل خرجوا، الكل كلهم خرجوا معناها، اللي احترف لبرا واللي تباع واللي بدل من ليكيب واللي اعتزل. قعدنا شويه معناها، قعد بون يوسف كان برشا مضروب، زهايز كيف كيف كان راجع من اخر عام بليسير نتاعو. وقت اي ويوسف وزهير زاد كيف كيف كان اخر العام تاعو. الكسيس بون وخرج، ومهدي مريح، كانوا معناها هذوما الثلاثه هذو معناها الكبار معناها في نيكادو. الكيب لي كادر الكل معناها. كانوا حتى ساعات يصيروا مشاكل في الفيستير نتاع ميني نتاع كادي معناها، خاطر كنا اولاد جماعيه معناها صغار. فهمتك. وكيما قلت لك معناها فوزي وقتها اللي يحب يعملوا في الجروب ويطبقوا معناها. وقتها ب 14 جوار وصلنا الكاف، ونذكر اول ماتش مشي نلعبوا كونتر لاسيك، حتى جمهور الكلوب مش ممن بينا، الناس الكل مش صحيح ممن بينا معناها. مشينا جبنا نيول في ابيجان، ليفكتيف جيني وقتها على الاخر كان اي بشوي بشوي بديت من الماتش هذاك اللي نلقاو روحنا فينال. وقتها ظروف صعيبه، ما غير فلوس صعيبه معناها، ماهيش سهله معناها، فهمت؟ بالرغم وقتها سي جمال، بالرغم اللي الناس الكل تقسي عليه توا في الحاله دي، ساعه نتمنى له الشفاء لان ربي يشفيه. سي جمال ربي يشفيه. جاته ظروف مع الثوره، مع فمي الجمهور باش تدخل فلوس، برشا ظروف ما خدمتوش، باش وصلت الجمعيه في الاخر بالكل الحاله هذيك. سينو كيما قلت لك وصلنا فينال كاف، خساره معناها. نتصور كان هزينا الكاف هذيك ما يصير حتى شيء، ما يصير شونجمون تاع انترنور، ما يصير شونجمون تاع هيئه، ما يصير شونجمون تاع جينيراسيون كامله كامله خرجت كامله انت كامله سلكوك معناها ضريت منها برشا، كامله. صحيح انا ضريت منها خاطر خرجت من بعد تنظمت كي خرجت وطلع. مهدي ولا ليه؟ نشوف على الاخر معناها علاش حتى لي جرون جوار في العالم ما تصورش انت، ما نقارنش بعاد الاكزومبل. خلينا في تونس اوكي، لي جرون جوار اكزومبل مثلا، ما اعرفش انا شكون اقوى جوار في اللي خلطت عليهم انا، مثلا بدره جعايدي هذوما معناها انت من العام الاولاني ولا العام الثاني، ولا اسمه بدره والجعايدي مش من العام الاول ولا العام الثاني معناها، اكيد العام صحيح. الاولاني العام الثاني العام الثالث غلطت معناها. ومن بعد باش ولا وصل للاسم هذاك، وصل للليتاب هذيك اللي وصل لها معناها، فهمت؟ انا اكيد في العامين هذوكم في ولايه صغير ما عنديش اكسبيريونس، تلعب في جمعيه كبيره، ضغط جماهيري كبير كبير على الاخر ما تنجمش تستحمله. كنت معناها باش نقول لك ما عملتش نيفو كبير على الاخر، وما كنتش خايب معناها، فهمت؟ ديجا في الاكيب هذيك في العامين اللي لعبتهم، بخلاف اني كنت مضروب، كنت لي ماتش الكل نلعبهم معناها، كنت معناها موجود، واللي جونترون اللي جاوا الكل من بعد لعبوني معناها. ثم من بعد الله غالب جات الكل معناها، مش كان انا معناها، فما شكون خرج اكزومبل علي مرزوقي، بعد قعدت شويه وخرج علي مرزوقي، عمل حمام سوسه، عمل ستاتونيزيان، ومن بعد ما شاء الله الاسم الكبير عمله في سي اس اس. صحيح. فما 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 جوارات خرجت لعبت عذبت ملون شويه، من بعد لقات الحظ نتاعها. فما جوارات خرجت ما لعبتش، من بعد فما جوارات خرجت لعبت في جمعيات عاديين، ما وصلتش للكيم ناسيونال، ما وصلتش لكارير كبيره. وهذيك الكوره معناها ما تنجمش معناها صعيبه. كما قلت لك انا علاش، فما اخرين بعدي انا بعد ما خرجت 5 6 سنين اللي بعدي انا كي خرجت ما جابتش الكلوب واحد واو معناها اللي ما غلطتش صحيح. ولا هز مهدي اللي. سامحني، باش نقص اللايف خاطر عندنا حق في ساعة، أو باش نعاود اوكي لانسي اوكي مرة اوكي اوكي اوكي